ازاي تدي حقن لكلبك او قطتك؟ كمربيين للكلاب والقطط بيبقى صعب علينا نتحط في مواقف نضطر فيها ان احنا ندي حقن للكلب او القطة بتوعنا، بس في الفيديو ده هنعرفكم قد ايه الموضوع سهل ومش صعب خالص. قبل ما ندي الحقن بيبقى فيه شوية حاجات كده لازم نخلي بالنا منها. اول حاجة لازم الحيوان يكون في وضع استرخاء ويكون هادي ونطبطب عليه كده عشان يحس بالامان. بعدها هنحسس على مكان الحقن وبقطنة فيها مطهر هنمسح المكان اللي هنحقن فيه، والحقنة دايما بتتضرب بشكل موازي لجسم الحيوان بزاوية 45. تاني حاجة لازم يكون في حد مساعد لينا عشان يقدر يثبت حركة الكلب او القطة وقت الحقن. نيجي بقى لانواع الحقن. هنتكلم في الفيديو ده عن نوعين، حقن تحت الجلد والحقن العضلي. الحقن تحت الجلد افضل مكان ليه عند الرقبة من فوق، وزي ما احنا شايفين في الفيديو بنرفع الجلد فوق الرقبة وهنضرب الحقنة بالتوازي مع مستوى ظهر الكلب او القطة زي الفيديو كده بزاوية من 30 ل 45، وبعد ما نتأكد ان السن كله جوه نضرب الحقنة كلها بسرعة ونسحب السن، وبعد كده بندلك منطقة الحقن. اما بالنسبة للحقن العضلي فليه اكتر من مكان زي ما هو واضح قدامنا، في عضلات الفخذ الامامية وراء عند عضلات القطنية وعضلات الفخذ الخلفي، وضربها بيبقى بزاوية 45 في المكان الواضح في الفيديو، ولازم نتأكد ان الحيوان مش في حالة تشنج. للحقن العضلي بشكل عام بنستخدم إبرة قياس 21 ل 23 بطول 1 ل 1.5 بوصة. اما بالنسبة للحقن تحت الجلد بنستخدم قياس 18 ل 20. يارب نكون قدمنا معلومات مفيدة، ولو عايزين تعرفوا اكتر تابعونا على بيتس ديلي لايف.